برأيي هذا مشروع خبيث على مستوى العالم كله وراء الماسونية العالمية، لأن الماسونية العالمية أحد خططها بالعالم هو تقليل كمية البشر على الأرض. قطع قناة الام تي في اللبنانية واجب شرعي ومجتمعي وأخلاقي، وحرمة متابعة هذه القناة ومشاهدتها ومشاهدة برامجها. أنا مستعد أن أضع يدي في يد جنود الرب لمواجهة هذا المشروع الانحلالي، هذا المشروع الشذوذي. الآن نحن كأهل السنة في لبنان واقعون بين نارين، حزب الله في الضاحية وجنود الرب في الأشرفية. والذي حصل مع هذا المستهزئ ما هو إلا شيء قليل. وهؤلاء بطرحهم للزواج اللاديني أصبحوا شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فنحن نتفل عليهم. وهذه على فكرة تعبير حضاري. بعيد الفصح الدبي عطل البلد، بعيد الأضحى الدبي عطل البلد، وبعيد الفطر الدبي عطل البلد. عطلة عيد الفصح بعيد عطلة عيد الأضحى وعيد الفطر على 10 مرات. حسان دياب لا يمثل الآن السنة في موقعه في رئاسة الحكومة. أنا أطلب من حسان دياب لكي يحفظ كرامة الطائفة أن يعتذر عن التكليف فورا. وبدي وجه التحية من خلالكم جميعا لمرجعنا السياسي الأول والأخير داود الرئيس عبد الله.